مستمعينا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بهيدي الحلقه الجديده من حديث اليوم عبر فضائيه نور الشرق. حلقتنا لليوم مميزه، ثقافيه، فنيه، ورح يتخللها مواضيع كتير رح بتهمكم، وخاصه رح بتهم الاهل والولاد وكيفيه التعامل معهم. وكمان رح يكون معي بالفقرة الأولى الكاتبة بديعة هريش تنحكي أكثر معها عن الكتب يلي كتبتهم يلي هن عم بحكوا وقعنا هلأ، وبضيفته بالفقرة الثانية رح تكون الممثلة جوزيان الزير تنحكي معها عن مسيرتها وآخر أعمالها. بالعودة الأول فقرة بصير استضيف معي الكاتبة بديعة هريش مثل ما كنت قلت حتى نحكي معها أكثر عن الكتب يلي بتحكي وقعنا بزر هيدي الظروف يلي نحن عم نقطع فيها أكلنا بلبنان ولا بالعالم كمان. أهلا وسهلا فيك. مرسي إلك، مرسي على استضافتي ببرنامجك اللي على طول بلاحقه، وأهلا وسهلا باللي عم يحضرونا، وإن شاء الله تكون الحلقة على نقدر ندخل بمواضيع تهمكم إن شاء الله. ست بديعة، بداية اليوم عم تكتبي بمواضيع أو عم تكتبي بكلمات بتفرق عن غير كتاب. اليوم عم تتوجه أكتر عند الأولاد، كيف نقدر نفهم الأولاد، كيف الأهل يتعاطوا مع الأولاد، يعني عم تشتغلي إذا فينا نقول اجتماعيا ونفسيا. كيف بلشتي بي؟ ليش أخذتي هيدي الدعوة على عاتقك إنه تكون رسالتك هي الانفتاح وهي الاحترام، التقبل إلى آخره؟ رح نحكي اليوم عن مسيرتي مع الألم بآخر النهار، لأنه هيدا هو محور الكتب يلي أنا بكتبها. أنا بكتب للتغيير، ما بكتب تالشخص يقرأ قصة معينة ويتسلى فيها، لا، بكتب تحتى اللي عم بيقرأ يستفيد من القصة ضمن يعني أنا بقولهم لما تقروا القصة ما تقروا قصتي، لأنه خاصة أول كتاب يلي هو Where is my angel؟ أين ملاكي؟ هيدا الكتاب بقولهم ما تقروا قصتي، هيدا بيوغرافي، ما تقروا قصة بديعة، لقوا قصتكم من خلال الأسطر، لأنه بآخر النهار تجرأت وحكيت واقع يلي هو مثل ما قلت لهم أنا بالكتاب، هيدي قصة امرأة ورا كل باب وبقلب كل بيت، ومن هيك القصة مهمة وبتطال كل علاقة وكل حياة زوجه مع زوجته، وهي أصلاً قصة بتبلش حياة كاملة لحد عمر عيدة. كنت قاعدة بكافي واختمت القصة، وهلأ منحكي بعد شوي كيف. حلو كتير. يعني بكتبك لو قريها يمكن ولد عمره 10 سنين، أو قريها راشد، أو قريها ابن 40، أو قريتها مثلا تيتا عم تقريها لأولادها، رح تلاقي حالها بهيدي القصة. يعني كل شخص أكيد رح يلاقي حاله. أكيد رح قلك ليه، لأنه خاصة الكتاب الثاني اللي أنا كتبته اللي هو مامي أيامي بيسر، هيدا الكتاب أنا أول شيء بدعي الأهل هن يقروا لحالهم، يلي هو 5 قصص ضمن قصة واحدة. بطلب من الأهل يقروا، لأنه هي حملة توعية تيشوفوا أولادهم يلي هن بالمدرسة بشو بيمرقوا، يلي هيدول هن 5 قصص. تاني شيء بطلب من الأهل يقروا مع الولد سوا 5 قصص، وبعدين بطلبهم يسلموا الكتاب للولد، لأنه it's a co-illustration، في جواتهم يعني إشي خاصة للولاد. يعني هون بيكون الولد عم بيقرأ وبيعبر عن يلي هو عم بيمرق فيه على الصورة يلي عطول بهون. مثلا تيم هيدي قصة عن أولاد بالسوكر، كيف شخص معين ما قدر يكون هو الليدر عطول، قدر يكون شخص تاني بيعبر. هيدا بيحكي عن الرشاقة، عن دور الولد اللي وين ما تحطه بيجي واقف. وهون أخدت أبيجال اللي هي المين كاركتر بالقصة، أخدت وقتها سيرتيفيكت من الكوتش قدام كل أصحابها فور أجيلتي على الرشاقة اللي عندها إياها، لأنه وين ما حطوها قدرت توقف وقدرت تسند الفريق تبعها. يعني مش عطول الإنسان لازم يكون هو المدير، هيدي المنور من اوقات بتبرع بمحلات غير. مزبوط. والتيم هو كتير مهم، وهيدي الشغله على طول نحن بنبني عليها مع التلاميذ بالمدارس، انه
لو انت كنت شخص واحد وناجح، بس اذا كنت جروب اشخاص بتكونوا انجح. وهيدي شغلة كتير مهمة، وهون في بيحكي كتير قصص، بيحكي عن التنمر، بيحكي عن الاولاد الجديده يلي بتجي على المدرسه وبتنترك لحالها. نرجع نحكي عنه تباعا. خلينا نبلش باين انت يا ملاكي. بدايه من عنوان النص بنفكر لاول وهله انه عم نحكي من الارض للسما، ما بنعرف يمكن انه لا نحن عم نحكي واقع وعم نحكي اشياء نحن رح نلاقي حالنا فيها. هو بالفعل بين الارض والسما. هو ببلش الكتاب بقصه هيدا الطفل يلي بيجي على هالدنيا ووعده الملاك يلي مشي معه بالتسعة اشهر، مع وعده انه رح توصل، رح تستقبلك امك ورح تحضنك ورح تسمع صرخة العيلة والاصحاب، الفرحة الكبيرة بوجودك. بيطلع هيك ما بيلاقي حدا، بيخلق هالولد بيلاقي لحاله لوحده، بيلاقي في صرخة بس الصرخة بميلة تانية. هيدا الولد بيفقد امه لحظة الولادة، بيصير يتطلع انه يحكي يفتش على الملاك اللي رفقه تسعة اشهر، بيقول له وينك؟ ما انت قلت لي رح يكون في ناس ناطريني، انت وين؟ وين اني هالناس؟ شو عم بيصير؟ بيتطلع بيلاقي في الشخص الملاك اللي كان مرافقه قاعد بالقرنة لوحده، دمعته عم تنزل شوي. بيجي الحكيم بيطلع فيه بيقول له لهيدا الطفل ما بحسدك على بدايتك، انت وحدك وقاف على اجرك وغامر وحدك وغامر وحدك. هيدي قصة الطفل يلي بيخلق ودور الام بحياة الطفل واهميتها. وهالطفل يلي بيربى ببطل طفل، بيصير ولد وعم بيكبر. وهن بيقولوا لك انه اهم لحظه بحياه الطفل هي الكونسبشن، يعني لما يكون عم بيتكون. بعدين اهم فتره ثانيه كثير مهمه هي الفتره يلي دخوله على هالدنيا. طب هون شو شعور الطفل اللي بيبقى لما يخلق هو لوحده، يعني ما في غيره حامل سلاحه وعم يمشي؟ هون هالطفل اللي عم بيكبر مع سلاحه لوحده، هون بتخلق القوة عند الطفل. هون هالطفل بيصير في عنده يعني مثل ما بيقولوا لك طفل الشارع قبضاي، ما بيخاف من الليل، ما بيخاف من العتمة. أو كانوا يعملوا كومباريزون كمان بين ابن الجبل وابن المدينة. مزبوط. بقى هون بتطلع بتلاقي هالطفل بلش يكبر وبلش يوقع وبلش يشوف الدنيا، بلش يروح على المدرسة مثلا وتجي حفلة العيد ويلاقي الأهالي قاعدة وهو في كرسي فاضية. هيدا هون ببلش الفراغ يكبر عند هيدا الطفل، وببلش هيدا الفراغ يشكل يكون شخصية هيدا الطفل. أوكي؟ وهون بتنطلق. طب هالفراغ لوين بيروح ومين بده يعبيه بوقت يمكن ما في حدا يعبي محل الأم؟ مين بده يعبيه؟ أكيد ما في حدا. في عطول بيجي أشخاص بيجربوا، بيحبوا هالولد، بيجربوا يعاملوه، يعطوه كل الثقة وكل القوة وكله، بس في شخص مفقود. هيدي نقطة كتير مهمة. في حلقة ضايعة. في حلقة ضايعة. هالحلقة الضايعة بدها تكبر. بس تكبر هيدي الحلقة وعم بيكبر هيدا الطفل وصار رجل وصار امرأة بالمجتمع وصار عنده أولاد، هون بندخل على كيف هالأم هالطفل يلي فقد هيدي الحلقة كيف رح يلعب دوره بالمجتمع مع أولاده، أوكي، ومع المجتمع الحوالي. سو هون كمان في عندك معركة تانية يلي هي بيقولوا إنه بيصير الشخص أوفر بروتكتيف، إنه بيصير إنه عنده حماية زيادة تجاه أولاده. انتبهوا أوعى ومدري شو مدري شو، بس عنده توعية كاملة إنه لا لازم أطلق أولادي بهالدنيا ويكونوا حرين ويكونوا قوية ويكونوا ويكونوا ويكونوا. ليه؟ لأنه هيدا الطفل يلي صار أم بيعرف انه القوة الوحيدة اللي وقفته على اجريه هو بناها. سو بيجرب يقوي ولاده بطريقة يمكن مرات زيادة، يمكن هالولد منه بحاجة يكون هالقد قوي، بس بتصير
it's a circle بتصير تمشي فيه. سو بتنطلق هون وبكفي هيدا الكتاب انا انت يا ملاكي، وبعدها هيدا الطفل بعده عم بفتش على ملاكه. بصير في حياة زوجية، اوكي، وبصير في ما بعرف انت بعدك ما جوزتك، بعدك عزابة الحمد لله. اوكي، جايزة حلوة كتير، ما تقول هيك، ما في احلى منها تلاقي شخص تفهمه ويفهمك 100%. بس هون بجملة من الجمل بقول انا بهيدا الكتاب، عملنا السهرة ولبسنا خواتم وقلنا اي دو ونمنا بالتخت، نمت حد الرجال يلي صار جوزي، وعيت وانا وعيت وفي بتختي ذا مونستر، يعني الشخص يلي مين هو اليوم يلي هو. شو بيصير الرجل والامراه بيدخلوا بحلقه جديده يلي هي اوكي خلصت الجيزه وخلص شهر العسل وخلص كل شيء، ودخلنا بواقع الحياه الزوجيه. شلحت الابيض رجعت على تيابها ورجعت على مسؤوليات زياده، ورجع هو كمان مثل ما بيقولوا شلح البدلة وشلح الكفوف وارتاح. وهون بيصير في صراع الوجود بين الرجل والامرأة، لأن كل واحد يمكن جاي من خلفية معينة، ثقافة معينة، مجتمع معين. بقى هون بدهم يتعرفوا على بعضهم من أول وجديد، وهون صراع الزواج يلي أنا بحكي عنه كتير وبضلني أقول لهم تذكروا أول كتشة من التفاحة. ليه؟ لانه هيدي الكاتشه، ليه انا حبيت هيدا الشخص، ليه هو حبني. بنو ميموريز مع بعضكم تحت لي تقدروا لما يصير في مشكل ترجعوا له. يعني شو بيقولوا، حطوا قواعد قويه وثبوتات على الارض تحت لي تكون متينه، بدكم تنهزوا اكيد قد ما تنهزوا ما توقع هالجازة، ما تفرط. وهون عندك حياة الصراع هيدا وكيف بنحكي معه، وكيف لما هيدا الطفل يلي خلق عنده ضعف معين لوين بيوصل، وكيف شو بيقولوا بتنسى، بتقول انا بدي انسى هيدا الشيء صار معي، بس باخر النهار بترجع بتتذكر. كل ما يصير شيء بترجع بتتذكر بتقول وين، وبعدها هالطفل عم بفتش على ملاكه، وهالام عم بتفتش على ملاكها، وهال كله عم بيفتش على. وبنهي الكتاب، انا كنت قاعده افكتيفلي بكافي على عيده وكنت عم بنهي الكتاب مش من زمان، وعم بتطلع شباب وصبايا قاعدين حوالي وعم بيضحكوا، وهيدا عابط هيدا وهيدا ماسك لايدها وهيدا عم بغنجة وهيدا هيك، وطلع فيهم وقول يا ريت منعرف لوين رايحين، شو كنا مننتبه من الاول، بس يا ترى يا ملاكي انت وين؟ وبيجي الجواب هون بالكتاب. حلو. اليوم شو دور الام بالحياه؟ يعني نجت نقول الام دني، بس الام اجمل بكثير من الدني. طب شو دور الام اليوم؟ الام هي الحياه، هي الروح بقلب الولد يلي بتحرك هالولاد. يعني بيبقى عندك ولدين وكل واحد كاركتير، ما انك انت مربيهم بذات الطريقه. دور الام تنمي الكاركتير عند هيدا الطفل وتنمي كاركتير هيدا الطفل. دور الام تفهم هالطفل ليش اليوم منه مبسوط. دور الام تكون صديقه للولد، وبليز وبترجى كل ام انه كوني صديقه بنتك او ابنك، ما تخليه يروح يصادق شخص يعطيه اسراره عبرة الحياة. مزبوط، لا اسراره بل الاسرار. هيدي الدنيا، ما في حدا اليوم بدي اقول لك شغله، انا كنت طفل وكنت ام وكنت هيدا، بقول لك شغله وحده، ما حدا لا بالجازه في مانوال يقول لك دو اند دونت، اعمل وما تعمل، ولا بتربيه الاولاد في شيء اسمه صح وغلط. في انا عملت هيدي النسبية، يمكن عندي غلط بس عندك صح. هيدي قصة الكتاب الثالث يلي رح نوصل له هلا، هي قصة الكلتشر. انا بحترم، يعني اليوم انا بدي ولدي يحترم طريقة تفكيري ويحترم عقلاتي. طب ما انا شو بدي اعطيه بالمقابل؟
انا ما بدي احترم هالحريه هالحلم هالنفسيه اللي عنده اياها. ايه بتربي على قواعد معينه، بتربي على كل شيء، بس شو دور الام؟ الام هي الحياه لولدها، هي انها تكون موجوده، هي السنده اذا وقع، بس اذا ما وقع يمشي. ما فيك تقول له اليوم للولد لا ما تعمل هيك، لانه لما انا عملت هيك تعذبت او فت بالحيط. لا، ما في غلط. تعلم من مشكلتك وكون اكيد. ما في شخص على وجه الارض تقول له ما تعمل هالشغله لانه انا عملتها وما زبطت غير ما بده يجربها. هي لذة الحياه. ما كيف الواحد بيتعلم تيعطي هو بروف لحاله انه ايه مزبوط هيدا غلط. وشو دور الام؟ دور الام ان تسامح، ما تزعل، ما تحقد على ولد. دور الام انها لو قد ما عذب فيها الولد او الشاب او الصبية، يعني حتى بس يكبروا اوقات يمكن، واكيد حكي عنهم، لما بتفوت الكنة على البيت او لما بفوت السهر على البيت بصير الولد واقع بين طرفين، امه ومرته او امه وصهره. ما لازم يوقف بين امه ومرته، هو تجوز مرته الام اليوم. طب واللي بتجي اليوم بتقله يا انا يا امك، طب شو بده يعمل؟ يعني بيعيش هيدا الصراع. دور الام هون تستوعب، ورح اقول لك شغله كثير مهمه. اليوم انا في شغله كثير مهمه بعملها بحياتي وبعتقد ادنا شغله كثير مهمه، رح اقولها بالانجليزي ونرجع نترجمها للعربي. My reaction to people's action will eventually change their action in the future. يعني اليوم لما هيدا الشخص يتصرف مع هيدا الشخص، طريقة يلي هيدا الإنسان بيتجاوب على هيدا الشخص هي اللي راح تخليه يتغير بالمستقبل. فيها أسى؟ ايه فيها أسى. هلأ بدي أقول لك شغلة، إنه الكنة ما هي بنت البيت صارت، أوكي، ورح تصير حما later on، وصعبة، كاركتيرها صعب، كل ولادك هينين كاركتيرهم، يا ما في كناين كاركتيرهم أهنى من كاركتير الابن تبعك، وهن اللي بيلموا العائلة. سو 100%. بدك تتفهم، بدك تشتغل عليها. هيدولي قصص كتير صعبة، بس قصص عائلية، قصص بيصيروا بحياتنا كل يوم، وقصص بنسمعهم كل يوم. بس ما في تقول انه خلص انا ما بقى بدي احكي مع فلان، لا، بدك تتعب على العلاقات. انا كنت قلهم للولاد بالمدارس شغله كثير مهمه، ما بقى بدي العب معه، خلصت. قال له انا كنت قلهم الاصدقاء هن بوكي ورد، كل ورده ريحتها شكل، كل ورده بتعيش عمر معين، هيدي يمكن ريحتها حلوه، يمكن هيدي بدها تراب، يمكن هيدي بدها مي، يمكن هيدي في نواقص معينة. ايه، وقال لهم هيك الصداقة وهيك العالم. يمكن عندك اليوم انت صديق هيدا بتحب تحكي معه اشياء عميقة، يمكن عندك صديق بدك بس هيدا بحب يسليك، يمكن عندك صديق بس بحب يشم الهوا. عرفت؟ كل صديق شكل. طب انه اوكي بتقول لا انا بدي بس هيدا، لا، مجتمع بدها تكون البوكيه كاملة، بوكيه كاملة، لأنه هي هالحياة، الحياة بوكيه ورد، وحدة بتشك ووحدة ريحتها حلوة، بس بالنتيجة كلنا ورود. بالنتيجة كلنا ورود. وأنا بقول لك كل الأولاد بتخلق ملايكة، ما حدا بيخلق بنية أذى لهالدنيا، بس المجتمع بيحكم عليه، مشاكل بيته بتحكم عليه. اليوم ما في ولد بيخلق متنمر، بس هيدا الولد خلفية معينة، خلفية. ليه اجى اليوم على الصف ودفش صاحبه؟ ليه اجى اليوم فش خلقه ببنت؟ ليه اجى في شيء صاير معه بالبيت؟ يمكن مش مبارح، يمكن اول امبارح، يمكن من جمعة، يمكن الاهل بعدها مأثرة، بتأثر. ما كل كلمة شو بيقولوا هالولد عجينة، كيف عم تعجن فيه؟ وشو عم بتزيدي له بتاخد؟ مزبوط. بس يا ترى بيعني هيدا الشيء انه الاهل ممنوع يتشارعوا قدام الاولاد؟ الا ما يصير،
الا ما يصير قصص قدام الاولاد. الولد شو بيقولوا بس عليهم الاهل يمكن انه يفسروا وجهه النظر للاولاد 100%. هيدي نقطه كثير مهمه، انه المشاكل اللي بتصير كيف تنحل وتنحل على طول، واهم شيء تنحل وتفسر للولد، مش تروح تشكي له همك وتزيد عليه مشاكل. بدك تتذكر هيدا ولد، هيدا بيحمل هالقد، ما فيك تحمله اللي انت حامله، بس ضروري انه هذا الولد تقول له امبارح تشرعت انا، تتوضح الفكره براسه وتصلحنا وكيف تصلحنا وقررنا ننتبه. ليه؟ لانه بتعلمه هو كيف يحل مشاكله، وهيدي شغله كثير مهمه. هذا كان بخصوص اول كتاب. اول كتاب لنروح لتاني كتاب يلي هو بعد اشياء انا اذا بقريها بتنطبق علي، واكس اذا بيقريها بتنطبق عليه. شو هو هيدا الكتاب؟ اكشلي هيدا الكتاب لما كانت ماي كازن اسمها ماجدة، بنوجه لها الخير والتحيه، بكندا عم تعمل لي ريدينج، لما قريت قصه من القصص قالت لي انا رايحه احكي مع صاحبتي اللي لي فتره ماني حكيتها، وهيدي شغله كثير مهمه. هيدا الكتاب اسمه مامي ايامي بيسر. هيدا انكتب من بعد خبرتي بالمدرسة 16 سنة مع التلاميذ، وبالآخر كنت منسقة التربية على السلام. هو مثل ما قلنا عبارة عن خمس قصص. أول قصة اللي هن مأخذين من بيسر، من بيسر، كل حرف له قصة، كل حرف له قصة. البيسر هي أول قصة البيرسيفيرنس، المثابرة، قصة عن المثابرة يلي هي اسمها Friends are special. هون كيف بدك تحافظ على الصداقة، وكيف على البوكي اللي حكينا عنه، على البوكي اللي حكينا عنه إذا بدك. هي كيف إنه بيجي تلميذ جديد على المدرسة وبيكون عنده كلب، وبتبلش القصة بكلمة كتير حلوة لما الولد بيقول لأمه مام بتعتقدي فيه طير؟ شو بتجاوب الأمي؟ أكيد فيك تعمل حيلا شيء أنت مقتنع فيه وبتقتنع أنه مزبوط. وهون شو كان الولد بده يطير بتفكيره؟ تيكون صوت الكلب يلي هو إجا على المدرسة مع التلميذ الصغير. وهي القصة فيها عبرة كتير حلوة، أنه هالكلب ما بيحكي لغتنا، وهالكلب لما اجا لكلاب المنطقة ما قدر يكون صديق معهم. كانت هي أبيجيل يلي هي الكاركتير، هو ذاته الشخصية الأساسية بالخمس قصص، كانت هي شو بيقولوا صوت الكلب، يعني هي صوت الولد يلي ما قدر يثبت حاله بالمجتمع. وهون عنا قصة عبرة كتير حلوة، انه بس يجي حدا جديد على المدرسة بدنا نستقبله ونحضنه ونعرفه، لأنه جاي من بيئة لبيئة. مظبوط، هيدي شغلة كتير مهمة. تاني كلمة هي الأجيلتي، الرشاقة، هيدي حكينا عنها، هي كيف يكون الشخص لما أخذت سيرتيفيكيت حتى بالرشاقة. مظبوط. تالت قصة هي جرامبا يو ار ماي هيرو، هي قصة البنت يلي بتقول على انه ما بدها تعمل عيدها، وبيزعلوا الام والست والبي، ولا وبدنا نطبخ وبدنا نعمل وعاملين لك عجقه ومدري شو. ما حدا فهمها غير جده، اخذها وراح فسر لها شو هن السبع خطوات يلي لازم تعملهم تتحافظ على صداقتها، وليش على صداقتها مع اصحابها، وليش مرات بيصير في تنمر بين الاولاد، وعلى اي اساس، وليش بدنا نتقبل بعضنا. سو علفها على السبع خطوات. والخطوة الكتاب الخامس هي Thanks to my teacher the story of empathy، يلي هي العطف، يلي هي كتير مهمة، يلي هي قلت في يومنا هذا إذا فينا. مزبوط، مع الأسف بس رح نشتغل ومع كورونا لها. ومع القعدة بالبيت وكذا ما رح أقبل فيها، ما بحب، بدنا نشتغل عليها. بدنا نشتغل عليها. و I might be small but I have a big voice، هي the story of respect، كمان كيف منحترم قوة إنسان ما عنده صوت يدافع عن حاله. كمان هيدي قصة، وهيدي مثل ما قلنا الكتاب كتير مهم، هو مثل ما بسميه لكل أفراد العائلة، لكل أفراد العائلة بسميه the bedtime story. سو ضروري نعرف شو عم بيصير مع أولادنا، على أمل أنه نطبق فعلا يلي محطوط فيه، مش نكون عم نقرأ بآخر النهار. لما الولد يقرأ ويبلش يرسم، هون عندك الجرس، هون عندك البيت يلي فيه الحب يلي بده الولد، بده يرسم هيدي الايد المجروحه،
الولد رح يكفي الرسمة، وبس يكفي الرسمة رح يعبر على مشاعر عم يمرق فيها بحياته اليومية. ثالث كتاب ترارارام ترارارام هيدا ما رح نحكي عنه، هيدا رح نكون عم نحكي عنه اشياء هيك جلوبال اذا فينا نقول، لحتى نشوقكم تجيبوا الكتاب وتقروا. تفضل. الكتاب الثالث مثل ما عم نحكي هلا هو بالطبع مع الشركه بامريكا Archway Publishing from Simon & Schuster، شركه كثير كبيره. I'm so proud of myself، انا فخوره باللي قدرت اوصل له، بهالطفل الصغير يلي كان عم بيحلم، يلي خلق عنده حلقه ضايعه، قدر يوصل انه يكون صوت بالمجتمع. هدفي من الكتابه مثل ما قلت هو التغيير. هدفي انه الانسان يقدر يوصل مساج. واليوم لما هيدا الكتاب اخر كتاب، لانه يمكن خلص الوقت للاسف رح نحكي عنه بطريقه كثير سريعه، ورح يكون على امازون مع الكتب الباقيين قريبا. 100% هو فيه مساج للاهل، امنوا بالحلم تبع اولادكم، مساج للولد اذا عندك حلم لاحقه، اشتغل لانك مجبور تشتغل تتعيش، بس لاحق حلمك. مساج للامرأة يلي بتنصدم بالحياة برجل ما زبطت مع العلاقة، كيف رح ترجع تآمن انه بعد في حب، تراست اجين، هاي كلمة كتير مهمة. ومن قصص منعيشها كلنا منوصل لمرحلة. كم مرة انت بتطلع هيك بتقول لو انا مبارح ما عملت هيك، او لو انا من شهر ما عملت هيك شو كان صار؟ بس المغزى من هيدي القصة انه لما نوصل، لما نقاف على مفرق طرق وتطلع على هيدا المفرق يلي فيه متشعب مصلب، تطلع مش تاني يوم او بعد بجمعة، بعد 30 سنة وترجع لورا وتطلع، ما بقى فيك تقول What if I had taken the other route، شو كان صار؟ بطلب من كل شخص، من كل امرأة، ضل مآمنة بحالها، مآمنة بحلمها، مآمنة بصوتها انه هو اللي رح يوصلها. وهيدا الشيء الوحيد يلي بيخلي الانسان يوصل مثل ما بيقولوا لحلمه، يلي ما ضروري يوصل، يعني مش ضروري يعمر قصر، بس انه يبلش. بس كلنا جواتنا هيدا الحلم الصغير اللي بدنا نحققه، حققه خطوه خطوه، ما ضروري تبلش بالقصر، حققه خطوه خطوه. واكون اكيد اذا عندك قوه ايمان بحالك صدقني بتوصل، وما رح تطلع لورا وتقول وات اف. ست بديعة، بدي اتشكر كثير وجودك معنا، وان شاء الله فور وجود الكتاب على امازون مع بقية الكتب يكون عنا حلقة تانية كمان مع حضرتك، نقدر بعد نقوي ثقة العالم بحالهم وايمانهم بحالهم كمان. اكيد. شكرا كثير لإليك، وان شاء الله على طول بهيدا النجاح والتقدم. ميرسي لك، وميرسي للي سمعونا، وان شاء الله بيكون لنا لقاء تاني معك. اكيد اكيد. ثانك يو. ميرسي. مشاهدينا، وفاصل ومنرجع، خليكن معنا.